أهلا بك يا ريما مرة أخرى، وأسفين على انقطاع الاتصال. استاذ عمرو، جزء من انهيار البلد هو هالاتصالات اللي بتكلف اللبنانيين الاف الدولارات كل شهر، وما في شبكة اتصالات بتمشي منيح. هيدا عينة عن الوضع بلبنان. طيب فكرة السيد حسن نصر الله بأنه إسقاط الحكومة سيؤدي إلى الفوضى في الشارع، الشارع اللبناني شايف هذه الأمور إزاي؟ لأنه لغاية دلوقتي مش متبلور يعني شكل معين للمتظاهرين أو لقيادة التظاهرات. اللي قبل انقطاع الخط كنت عم بقول لك استاذ عمرو على موضوع كلمة سيد حسن نصر الله. قبل الكلمة أرسل مجموعات إلى وسط بيروت، اندست بين المجموعات، هتفت باسم سيد حسن نصر الله أنه هو فوق المحاسبة، وهذا ما يعني خلق نوع من احتكاك في وسط بيروت واشتباك أمني. وبعد الكلمة أيضا كان هناك ردة فعل من الناس. أعتقد أنه أو ما لمسنا اليوم أنه بس يعني تأثير كلمة السيد حسن نصر الله كان اليوم بالساحات، لأنه فيما كان هناك رفض بالشارع السني تحديدا بطرابلس، الشارع المسيحي مثلا بالمتن وبعض المناطق ذات الغالبية المسيحية لكلمة السيد حسن نصر الله، نرى أنه المظاهرات خفت نوعا ما بوسط بيروت وشبه أيضا انتهت بجنوب لبنان. أيوة. وبالتالي حسن نصر الله هو يعني زعيم حزب مسلح في لبنان، لا ينضوي تحت الدولة اللبنانية ويخيف الناس، وكلمته كان لها لها تأثير على وقف أو مش وقف ولكن انحسار نوعا ما التظاهرات. لكن غدا هناك عملية حشد كبيرة، سنرى إذا كان الناس ستتجاوب أم لا. طيب ريما حنتابع معاكي أرجوك، أنا عارف ده يعني جهد زيادة عليكي، لكن يعني أنت من الناس العليمة بالشأن اللبناني وموجودة في الشارع، نتابع مع حضرتك غدا ما يحدث في الشارع اللبناني ونشوف يعني الحشد غدا هيكون عامل إزاي.